بقدومكم لاستقبال شيخ الأزهر. أنا أحب اليهود. أحد الإخوان علق على كلامكم في فيديو حضرتك واقف بتكلم رئيس الشام، فبتقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام راض عنكم. ولا قلت راضي عنكم ولا شيء، قلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيفرح أو فرح باستقبالك لشيخ الأزهر، لأنك بهذا الحال تجل العلم والعلماء. نعم. وربطتها بالعلماء ورثة الأنبياء، أي أنك عندما كسرت التسعة البروتوكولات لتظهر احترام العلم في شخص شيخ الأزهر واحترام الإرث النبوي، لا شك هذا العمل ما دمت تريده لله يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. قص ما قبله وما بعده وأبرز، يقول النبي فرحان منك، يعني على أنه تألي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، جزاكم الله خير على هذا التمثيل. سيفرح رسول الله بقدومكم لاستقبال شيخ الأزهر. شيخ الأزهر نحو دوحل واردة ديلي أتشعر يسغر وانت سمع دي الله، لأنكم تعلون السنة بذلك. قلت أشفى ما سنة لفضة أخذ ما دوي أعطانا بيش مبواب محبة العلماء وتعظيمهم مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا بيزر حضر في السودان يقولون ويقول أحب اليهود، ويتوقفون عند هذه المسألة، مع أنه سبحان الله لو رجع الناس إلى المحاضرة لوجدوا أن يقول انتبهوا سيقطعون هذه العبارة وينشرونها، ويقولون يقول أحب اليهود، وربما يجتزئون بعض الكلام الذي قد قيل ويخرج عن سياقه. وأنا قلت ما كبشر نحب الجميع، يهود ومسلمين ومسيحيين، ونكره الاحتلال الذي يقوم بأصحاب الاحتلال المحتلين من اليهود، نكره هذا الأمر. فحصل القص. أحب غير المسلم. المسيحي أي نعم أحب المسيحي، لا أكثر من هذا اليهودي، أنا أحب اليهودي، أبغض المحتل باحتلاله هناك الصهيوني الذي يستبيح أرضي وعرضي ومستعد لأن أقاتله وقلبي يحب له الهداية والرجوع إلى الحق، لكن لا، أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي، هو يبغضني، أعلمني الله أنه سيكون من أشد الناس عداوة لي والواقع يشهد بذلك، لكني أحب المسيحية واليهودية والبوذي والملحد، أكره كفر الكافر ولا أكره الكافر، أكره معصية العاصي ولا أكره العاصي. كم عمر العمامة التي في رأسك يا سيدي؟ أبو صالح جسار بيقول هذا السؤال له غرض، لأن هناك فيديو للحبيب انتشر في السوشيال ميديا الفترة الماضية يعيد نسب العمامة إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة العمامة من يعني مضحك مبكي، نقول ارجعوا لأصل المحاضرة. المحاضرة كنت أتكلم عن مناقشة بيني وبين أحد الدعاة الشيعة، كان يدعوني إلى التشيع، وأني رددت عليه بأن حتى العمامة التي نلبسها سند لبس العمامة متسلسل من لدى أشياخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من في سند هذا في سند الذي أرويه كلهم من أهل البيت النبوي، فلا تأتي وتقول لي أن أترك السنة تبعا لمنهج أهل البيت الذي نحن فيه أهل السنة هو منهج أهل البيت. هذا يعني المختصر الذي حصل. فكان الكلام عن شيء يسميه أهل الحديث المسلسل، المسلسلات، بمعنى المسلسل بإطعام التمر بالإضافة على الأسودين، المسلسل بالمحبة، المسلسل بإلباس العمامة. فهذا سند، النبي ألبس سيدنا عليا العمامة وعبد الرحمن بن عوف، كذلك سيدنا علي ألبس الحسن والحسين وهما ألبسا من بعدهما، فصار سندا متصلا في إلباس العمامة. أحبائنا الله يجزيهم خير ويهدينا ويهديهم قصوا كل هذا الكلام، والكلام عن المناظرة والحوار اللي كان بيننا وبين الداعية الشيعي في الرد عليه ورفض ما يقوله، كل هذا قصوه وجعلوا الجزئية أن هذه العمامة من أيام النبي. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. لن نضيع وقت أكثر من هذا في قصة التبريرات، لأن كل ما أجبنا عن مشكلة سيأتون، لا سيأتون بقصة ثانية وثالثة ورابعة. فقط أريد أن أذكر الأحبة الذين يسمعون ويشاهدوننا بمسألة، عندما تجد من يرد على فكر وعلى طرح باستهداف الأشخاص اعلم أنه قد أفلس.